يوسف للتو صحي ارتر بيلعب صح النوم صح النوم اللي صار معي ما لقيتها نص الليل جالس اتفرج على الايباد الساعة 5 تقريبا، عشان في وقت فرق بين هنا والسعودية. ما تصحى في نص الليل تروح على الايباد؟ ها السلام عليكم، يوم جديد وحياة جديدة وسعيدة ان شاء الله. اول يوم كامل لنا في لندن، رايحين نجيب تيك اواي فطور بعدين نرجع الفندق. انس يقول بردان عشان نسي الجاكيت حقه. ويمان بردان، انا لابسه تنورة، قلت لها ما ينفع التنورة في هذا الجو. الحين الساعة 7:30 الصباح، حاولوا يمسكوا رؤوسهم برجلهم. أخذنا الفطور بروح ناكله في الفندق. اللي ما يعرف أمهم نص إنجليزية، فجدهم جدتهم خالهم كلهم هنا، عشان كذا احنا نيجي لنا كثير نزور أهلهم. شوف يوسف وشوف شعره كيف مشط. قلت بسم الله في التلفزيون. هنا في كثير اعلانات العاب، ف هذول يبغوا يشتروا كل الالعاب اللي يشوفوها في التلفزيون هنا. ما قاعده تعطي يوسف مساج. تتذكر انس ايمان انت كنت جوا امس غنيته؟ دائما في لعب ومرح هنا. يمكن راح تشوفهم في التلفزيون لانهم في كاميرات هنا محترفة، شكلهم بيصوروا مقطع لأغنية ولا شيء زي كذا. هذا متحف كله معلومات حقيقية، يعني مثلا هذا أطول رجل في العالم كان أعتقد. سيارة مني مزينة بالكريستال. يوسف يحب الديناصور تي ريكس. إيمان he's gonna eat you، تعالي. نايس. خافت خافت. لازم نتصور على هذا. انت تخاف من الديناصور؟ Are you scared of the dinosaur؟ نايس. لا؟ That's funny. بس اعتقد هذا تاور بريدج مو لندن بريدج ولا لا؟ الا تاور بريدج. اخر مره جينا هنا قبل 5 سنوات تقريبا صورنا فلوج، وكان عنوانه مقطع اطول انف في العالم. انا لا تمشي قدامه قاعد يصور، لا تمشي قدامه. انس اوقف جنب الحرمه. Go stand next to the woman. He'll take your picture. Go stand next to the woman, Anis. A little nip from old Uncle Crocodile. Green croc eyed. I love this visit so much. I made croc teeth for my own. Even with the crazy reptiles trying to eat me. Ha, تعالي لا تخافي. لا تخافي تعالي. خلصنا من الدور الخامس. ما له نهاية. أحد أساليب التعذيب أيام زمان يقولوا كانوا يحطوا ناس جوه أقفاص صغير زي كذا، يحطوا أكل قدامه بس ما يقدروا يلحقوها، يموت من الجوع. خلصنا من الدور الرابع. كلنا وقفنا هنا حتى امهم. كان وزننا 180 تقريبا، هذا وزنه 486 كيلو مقارنه طوله بهذا الرجال. ضربت يد يوسف. في متاهه تحمل المرايات. يوسف مرة خايف هنا. طبعا دائما لما نطلع من الاماكن هذه في متجر يغرونا عشان نشتري اشياء. تشيز. اوه.
يوسف نايم هنا. نجينا بيتزا هات على السريع نتغدى فيه. في خاصية حلوة في تطبيق يا مسافر، هنا تقدر تبحث عن المدينة اللي تبغى تسكنوا فيها. كتب لندن، فلما اختار لندن هنا وتبان النتائج هنا في ميزة الخرائط، وهذه خريطة لندن طلعت بتوريكم فين السكن المتوفر في لندن. شيء حلو انكم تقدروا تشوفوا السكن المتوفر من خلال الخريطة، بحط لكم رابط تطبيق يا مسافر اسفل الفيديو. خلاص مو مرة كثير تو ماتش. هذه شقة خالهم، جينا هنا عشان هذه كلها طلباتي من البريد انا طلبتها. ترى ما في شيء لكم بس لي. في اشياء كثيره تتباع هنا ما تتباع في السعوديه، وكمان في اشياء ارخص هنا، فكل يوم كنت بطلب اشياء. بيانو هذا حق جدتك صح؟ الله يعين اخو زوجتي، كان يجي له طرد كل يوم فشكله طفش من هذه الطلبات. يوسف قاعد يلعب هنا بالعاب اولاد خيلانه. تعشينا في بيت جدهم اكل مغربي ما شاء الله، كان اكل جدا لذيذ، وان شاء الله بكره يومنا الثاني في لندن. حبي يلبس جزمتي متو، لاحظت انه لابس شراب كمان. يقول سندك يا يقول دو لايك ذات اوكي. يوم جديد وحياة جديدة، بروح نفطر. هذا ثاني يوم لنا في لندن. ليش اقول يوم جديد وحياة جديدة؟ لانك لما تنام في الليل يعتبر وفاة صغرى، فلما تصحى كانها حياة جديدة. هناخذ فطور من ستاربكس هذه المرة. ما كان راضي يلبس بنطلون فاضطرينا نعطيه شوكولاتة حتى يلبس البنطلون نطلع. ايش دي سي بينهم؟ يوسف كل شوية يجري ما يبغى يمسك يد احد. انا سيمان، هناك تعيش الملكة، قصر بكنهام. تقول ممكن نروح هناك نشوف الملكة؟ جنب القصر من احلى حدائق لندن سان جيمسز بارك. شوفوا كمية الألوان المختلفة في هذا الأشجار ما شاء الله. طلعنا فوق الكوبري، شوف الزحمة اللي عليه. في مسيرة لحراس القصر هناك فبنروح نجري نلحقها. أشكال أنا واحنا قاعد نجري. بسرعة بسرعة. قاعد يدفو إيمان. إيمان طيحت الفليك حقها. طيحت الفليك حقها في الأرض شوكولاتة فزعلت شوية. يوسف فين أنس؟ هلا. شاء الله على جمال. يوسف يجمع أحجار من الأرض وحطه في يد جدته. باخذ شوية. في بعض الناس خايفين يتصور معه. خايف أصور في جمع. خايف مرة. يكفي تصوير الفلوج اليوم، ان شاء الله عجبكم. لا تنسوا تعطونا لايك اذا عجبكم وتنشر المقطع. يلا تشوفونا في فلوج الاربعاء، مع السلامه.